جديد في فير بلاي متواصلين حتى الخمسة. نستقبل ضيفنا الثاني اليوم بالتليفون، موجود معنا رياض مقديد البورتفولو نتاع الهيئة نتاع السي بي، موجود معنا تحكيوا معاه على جديد السي بي وبين كان هبط البارح. يدعو الوقفة احتجاجية من قبل أحباء السي بي، تفاصيل أكيد تو ناخذوها من عند سي رياض مقديد. سي رياض أهلا بك. مرحبا أخويا سلام، كيف مستمعيك؟ مرحبا، شنو الأمور سيدي؟ والله نادي رياضي بنزرتي اليوم ما يخفاش عليكم أعيش في وضعية صعيبة. اليوم نعيش في سياسة تجفيف المنابع. اليوم معناها قمنا بمراسلة من 21 جام في المعمل الستير باش يضخ معناها الملح اللي مستنس يعطيها النادي رياضي بنزرتي. لليوم نحن على مشارف العيد وعلى مشارف عودة البطولة، فما تلك كبير معناها من المديرة العامة متاع معمل الستير، وهذا معناها خلينا معناها ندعو الوقفة احتجاجية نهار 24، وقفة احتجاجية سلمية. نحن من دعاة السلم الاجتماعي، ولكن اليوم الوضعية راهي معناها صعيبة في النادي الرياضي البنزرتي. نادي الرياضي البنزرتي معناها يمثل ولاية بنزرت اللي هي معناها مدينة الجلاء وعزيز علينا برشا وعالتوانسة الكل نتصور. قدر نادي الرياضي البنزرتي اليوم معناها مهدد في كيانه. اليوم معناها نورمالمون معناها المسؤولين كسوسوا معناها اللي سياسيين ولا معناها مديرين عامين يلزم يستشرفوا الاوضاع، ما نحبوش احنا نمشيو في مسار خايب. هذا هو معناها دونك وقفه بتكون نهار الجمعه ان شاء الله هكا بدايه الاحباء. اي نهار 24 نهار الجمعه الساعه معناها مع ال 11 على معناها ديما ناكدوا اللي هي باش تكون وقفه سلميه احتجاجيه، ولكن نتمنوا معناها ما تخرجش على المسار نتاعها. سانسيرمون باش نتكلموا معناها فما معناها معناها غليان كبير في الشارع الرياضي البنزرتي، شارع الرياضي البنزرتي. نادي الرياضي البنزرتي اليوم معناها قلت مهدد في كيانه. نحن معناها الملاعبيه نتاعنا واعدينهم معناها بشهريه، الاطار الفني، الاطار الاداري، الاطار معناها الطبي. اليوم اذا كان معناها ال 250 مليون هذوما معناها ما يتمش ضخهم معناها في كاس النادي الرياضي البنزرتي، راهي معناها كل شيء معناها في حظه الكل باش يتيح في الماء، وبالتالي معناها الامور باش تخرج. معناها نحن مؤتمنين على مصالح النادي الرياضي البنزرتي كهيئه مديره، الامور تنجم تخرج من يدينا. دونك هذا هو معناها نورمالمون العباد اللي معناها مسؤولين على القرار ماذا بينا يستشرفوا الامر، وماذا بينا معناها الامور تتم بكل سلاسه. هذا معناها ماهوش تهديد، ولكن نحكيه في واقع. معناها اليوم تونس ما تحتملش معناها احتقان اجتماعي، احتقان معناها في الشارع الرياضي. نحبوا معناها الامور تتم بكل سلاسه، ونحن معناها ديما من دعاة السلم الاجتماعي، وان شاء الله معناها القادم خير. سي رياض ديما فما المشكل هذا مع الشركه هذه، ديما فما معناتها مش من سنه، مش هيد اليوم المشكل هذا ديما موجود، ما تفضلش ما تحكوش معاهم. شوف السبب والحاجات بمسميات باش ما غلطوش العباد. صحيح فما مؤاخذه معناها فما ان رابور فينونسي معناها في النادي البنزرتي ماهوش تام الشروط باش نبداو واضحين، ولكن معناها فما هذا مال عمومي، فما نحن خذينا منحه من البلديه مشكورين معناها اللي رفعوا في المنحه، ومعناها فما هكا تعاطي مع الموجود. ماناش رانا صحيح رانا فما غلط، ولكن نحن معناها مستعدين باش معناها اون سونغاج باش نريقلوا هذايا لو بلو تو بوسيبل، ولكن اليوم النهار بحسابه. البطوله على مشارف العوده، مصير ولايه كامله، مصير معناها النادي الرياضي البنزرتي وما ادراك من النادي الرياضي البنزرتي. اليوم معناها فما نورمالمون شويه سوبليس، خاطر سانسيرمون راهو باش نحكيها معناها لا قدر الله تصير هكا المظاهره هذه باش تخرج على الوقفه الاحتجاجيه اللي تخرج على المسار نتاعها، اللي نحن ما نجموش نكونوا مسؤولين على خروجها على مسارها. كل شيء هذا ما نحبوش بالطبيعه تخرج على المسار نتاعها. الو قلت لك هذا ما نحبوش بالطبيعه، ما يلزمش يكون. لا ما نحبوش، لا نحن من دعاة السلم الاجتماعي. معناها نورمالمون معناها تنجم الدوله تخسر بومب لاكريموجين، هذا هو اكثر منه سانسيرمون. معناها انا نقول كل شيء معناها فهمت شنو يا خويا، فما استشراف المسؤولين السياسيين اللي معناها اللي يهمهم معناها السلم الاجتماعي في البلاد. دونك خويا نقربوا لبعضنا، فما اذان صاغيه، نحن حسينا فما تلكا من المديره العامه. معناها ابارامون الرياضه ماهيش اولويه اليوم في تونس، هذوما ناس ملاعبيه معناها على عيد معناها، وانت تعرف معناها حساسيه العيد عند المواطن التونسي. نحن وعدناهم لملمنا الفريق، تعرفوا الظروف الكل اللي مر بها النادي الرياضي البنزرتي يا خويا. كان الناس عندها مشكله مع عبد السلام سعيداني، عبد السلام سعيداني اليوم راهو في فرنسا، عبد السلام سعيداني معناها ربي يخلص يخلص وحله. اليوم فما هيئه مديره واقفه على النادي الرياضي البنزرتي، حبينا نحلوا صفحه مع الهياكل الكل معناها مدين يدينا. اليوم اذا كان انت معناها تسكر عليا معناها سياسه تجفيف المنابع، شنو معناها
نسميه الحاجات المسميات تحبوا لها. المدير هذه تمشي راهو نادي رياضي بنزرتي على مشارف عودة البطولة، دونك سي با معناها اوسي فاسيل باش تجيب عباد اخرين. يا خويا نحن خلينا نكملوا الميسيون هذيا، حقنا هذايا نحن، معناها فما ولايات اخرى معناها الفرق نتاعها تاخذ فوق المليار في المنح هذيا في التمويل العمومي. اليوم نحن 250 مليون معناها من جافي اليوم 7 شهور ونحن معناها نستناو فيهم. يا خويا كانوا يحبوا يطيحوا النادي رياضي بنزرتي القسم الثاني يقولوا لنا يقول قائل هنا علاش من جام في توم ما حضرتوش رابور فينونسيي. والله اخ اسلام معناها فما دي ديتاي معناها مع اللي كان عبد السلام موجود هذوما امور. والله صدقني خاطر انا معناها دخلت مع الهيئه المديره معناها من فما حاجات ماليه معناها غايبه عليا، ولكن فما تعهد اون سونكاج باش معناها بروشينمون باش نحضروا الرابور فينونسي نتاعنا ونطلبوا نحنا شويه معناها ليونه وشويه سوفليس باش خلي الامور تمشي بالحدود. هذا راهو ماهوش تهديد، ولكن راني استشراف للشيء نجم يصير. ونحن رانا نعاود وناكد كهيئه مديره للنادي البنزرتي رانا من دعاه السلم الاجتماعي، ما نحبوش غدوه اولادنا ينساقوا في حاجات معناها ما نحن ما نحبوهاش. ناس جاي عيد ما نحبوش ناس تعدي العيد في الحبوسات، ما نحبوش تصير مشاكل كسوسوا من هنا من الامنيين والا من اولادنا. نحن الكلنا مواطنين توانسه، نحن الظرف اللي تمر به البلاد نعلموا به، ولكن هذه المدير العام تقول لك الفلوس موجوده. يا خويا اعطيني فلوس يخليني ندخل في السباق حظوظي مع الانديه الكل كيف كيف، وكان ما نسحقش معناها باش ندافع على حظوظي تبان خلي الكره تبمبي في التيراوس معناها هذا. اما انت معناها اليوم ما تعطينيش معناها 250 مليون اللي هما حقي، نحن ما تو ما لناش نحكيو على مليار واكثر معناها فما جمعيات تاخذ فيهم. هذا هو نحن نحسوا فما حي فما ظلم، وفوق هذا كل ما ناخذوش فلوسنا. يا خويا كيفاش تحبنا نحن باش نطيروا الجمعيه هذه اللي معناها تاثر في شباب ولايه بنزرت، اللي الناس في بنزرت معناها اش عندنا في بنزرت على البحر وعلى النادي الرياضي البنزرتي، تحبوا تخذوا على النادي الرياضي البنزرتي خويا قولوا لنا. تواصل مع موضوع الفلوس سي رياض، اليوم ظهر لي بدا عملية صبين من حبات سي ابي في الكونت سي اف تي اف سي ابي ليتيج، ظهر لي شنو تتوقعوا من العملية هذه؟ تلقاو نفس النجاح اللي لقاه مثلا عند جمهور الكلوب مثلا؟ والله اليوم الكرة في مرمى معناها الغيورين عن النادي الرياضي البنزرتي، نحن معناها نعولوا معناها على البادرة هذية. مشكور سيد وديع معناها الكونت هذا اف تي اف سوليداريتي معناها مع النادي الرياضي البنزرتي. خويا وين صبت نفعت ان شاء الله جمهور نادي بنزرتي نعولوا على معناها الوفاء نتاعو. هذا معناها كونت في كنف الشفافيه، راهي الفلوس باش تمشي معناها في بلاصتها. وطبعا احنا ما عندنا ما نخبيه، نحن مهمتنا اليوم انقاذ النادي الرياضي البنزرتي، وبالطبيعه معناها نكملوا ان شاء الله السيزون هذه اون بوتي. وبعد اللي يتفضل يحب يشد النادي الرياضي البنزرتي الابواب مفتوحه، نحن معناها هذا هو رانا ماناش رانا نخدموا في تنف الشفافيه والوضوح. هذا هو معناها كل شيء كل فرنك باش يدخل في بلاصته. الامور نحكيو شويه كوره، وين وصلت الاستعدادات نتاع السي بي في امور فنيه؟ والله النادي الرياضي البنزرتي ما يخفاكمش معناها التربص نتاع المهديه تعدى في احسن الظروف. نشكر الملاعبيه الكل معناها اللي كانوا معناها متفاهمين الوضع النادي الرياضي البنزرتي. نحن كي سيد عبد السلام سعيداني معناها غادر تراب الوطن معناها كهيئه مديره تعهدنا معناها بالالتزامات نتاعنا الكل، اعطيناهم معناها شهريه خلصنا التربص نتاعنا. فما لحمه فما تحس اونتونت كبيره بين الملاعبيه بين الستاف. شكر موصول زاد السيد المدرب صوفيان الحيدوسي اللي معناها قايم بالواجب واكثر، للناس الكل معناها اللي دايره بالفريق سواء الاداريين ولا معناها الاطار الطبي. الملاعبيه سونجاجي معناها افون. النادي الرياضي البنزرتي اليوم 80% معناها من التحضيرات نتاعو وصلنا لها. عملنا ماتش مقابله معناها مع نادي الافريقي معناها نادي البنزرتي في معناها في احسن معناها صفا معناها فما بوادر نتاع حاضرين الفراش. هذا هو معناها اليوم معناها مازال عندنا مقابله نهار الاربعاء مع المنتخب الاوسط، وباش نختموا معناها اخر مقابله مع نادي الافريقي في الملعب الصيري. الملاعبيه اللي وفروا عقودهم اش عملتوا معاهم الافكتيف باش تحافظوا عليهم تكملوا بهم السيزون؟ اتفقتوا معاهم ولا مازال؟ والله اونكور دو نيغوسياسيون. الملاعبيه اربع على استعداد معناها باش يكملوا مع النادي الرياضي بنزرتي. طبعا معناها فما اولويات، ولكن معناها بالتنسيق مع الاطار الفني نحاولوا معناها باش نلقاو تيران دونتونس مع الملاعبيه نتاعنا اللي معناها اللي مسعد باش يواصل معانا معناها ويلقى معناها راحته ونحن نلقاو راحتنا معاه. رانا مانيش معناها باش بالطبيعه اوفيرا ميزور نخدموا العام الجاي معناها. حبيبي لكن باش يواصل
حبيبي كان موجود على ذمة النادي الرياضي البنزرتي. لحد الآن ما فهم حد شيء معناها معناها على ذمة النادي الرياضي البنزرتي. الثلاثي اللي وقع حالة مجلس تأديب كيف كيف شنو وضعتهم اليوم؟ والله الثلاثي اللي وقع حالته على مجلس التأديب معناها مازال هو المجلس ما انعقدش، ولكن نحن حكينا معاهم اللي هما شمس الدين الصامتي، فهمي المعواني وعبد الحليم الدراجي. تفاهمنا معهم معناها باش ياخذوا شهريه كيما الملاعبيه معناها اللي معناها اللي رجعوا معناها اللي سون اونجاجي مع الجروب باش يرجعوا ترى لهم على الجروب بي، وكان اللي طرف فني معناها راه فيهم الاستعداد وفهم معناها ريانتجري للجروب ا. وافقوا هما باش يرجعوا مع الجروب بي؟ كيفاش؟ وافقوا هما على الحاجه هذه صاي معناها؟ لا هما ما عندهمش مشكل، هما ما عندهمش مشكل، هما معناها ما عندهمش مشكل معناها جوست معناها هذه ما تنجمش زاد جو من لعبيه كانت غايبه ترجعهم ديريكتومون معناها مع ليكيب سينيور، دونك فما ايتاب وبطبيعه ديما الراي الشرفني للملاعبيه الكل على ذمته، هو اللي راه فيه معناها الاستعداد ويرى فيه الكفاءه باش يعاون الفريق، راهو الانترونير هو عنده معناها سديد النظر. ما نجمش سيريال ما اسالكش على وضعيه رئيس النادي اليوم، فماش بوادر انفراج؟ والله يا سيدي عبد السلام سعيداني فما تتالي احكام ما يخفاكمش. ولا محل نشوفوا فيه شيخ في فرنسا في البحر ويتبحبحوا. شوف راهو الاخضر ما يحس الجمره اللي يحفظ عليها، فهمني؟ عبد السلام السعيداني معناها عنده حاجه اللي هي السكوندي لورغوي عزه النفس. صحيح معناها معناها يعطي صوره اللي هو معناها مترفه واحد، ولكن نتصور راهو فون دو ميم متقلق. الراجل خلى مرته خلى ولده لهنا، خلى معناها تونس، دونك ما يعرفش يروح ما يروحش. هذا معناها حمل كبير معناها دي شيك اون كاسكاد داخلين، ان شاء الله ربي يفرج كربه. نحن اليوم راهو النادي الرياضي البنزرتي عبد السلام سعيداني معناها ماله الا رئيس خدم في النادي الرياضي البنزرتي على روسنا على عينينا، ولكن اليوم الاولويه انقاذ النادي الرياضي البنزرتي، هو الكلام هذا قالوا ولكل حادث حديثا بعد، وان شاء الله ربي يفرج كربه ان شاء الله. هذا نتمناوه اكيد. شكرا لك سيدي المقداد على كل التفاصيل اللي مديتنا بها. دونك موسيقى بعد